بنرحب بيكي معانا في فوشيا. اهلا بيكي، انا بحب فوشيا جدا، دايما بسجل معاك والله. كلمينا بقى عن تواجدك النهارده في الامن. انا مبسوطه جدا وشايفه ان دي حاجه حلوه قوي انها تحصل في مصر. الابلكيشنز دي والفكره دي موجوده في الخليج وكنت بحسدهم، انا كنت عايشه في السعوديه، فلما جيت هنا حسيت ان في فعلا حاجات ناقصه في السوق من ناحيه احنا البنات بنحب الميك اب سكين كير، حاجات بتخصنا، براندات من بره مش موجوده هنا. فانا مبسوطه قوي ان انا بارت من الابلكيشن دي وان الابلكيشن دي اشتغلت في مصر وانها بالقوه دي وبكميه البراندات دي، بصراحه انا مبسوطه قوي. وقتك بقى النهارده الجمال اللي احنا شايفينه ده كلمين عليك ولا حاجه؟ والله كله من البيت. يعني الاوتفيت كله معايا عندي من دبي، جايبه من دبي، nothing special، وانا عامله ميك اب ولما شعري وعادي جدا. جديدك الفتره الجايه؟ دلوقتي بيتعرض لي مسلسل حي السيده زينب على قناه المحور وابلكيشن فيو، 60 حلقه، وفي فيلم هينزل ان شاء الله اسمه تماسيح النيل، كوميدي مع مصطفى خاطر وحمدي المرغني وكتير قوي، نخبه كبيره قوي من الكوميديانات، واخراج سامح عبد العزيز، وفي حاجات بتتحضر بس لسه نوت شور، لسه بقرا. فعلا عن حي السيده زينب، وفي ناس شريره كتير في حي السيده زينب. مش عرفك بتتفرجي؟ ماشي، انا واحده من الاشرار. يعني بصي، هي شخصيه روح، تقدري تقولي هي مش شريره بطبعها، بس هي واحده تعبت في حياتها فعايزه توصل انها تستريح باي شكل من الاشكال، مش مهم تعمل ايه. يعني عارفه، مش الشر اللي فور فري، لا، يعني هي بسبب الظروف وبسبب اللي حصل لها وبسبب حياتها ووحدتها وكده فبتبقى شريرة. طبعا هي شخصية صعبة، ما كانش سهلة جدا، كمان بيعت سمين، أو فعلا رحت اتدربت على السمين وعلى عربية سمين وكده، وفي نفس الوقت هي شايفة نفسها حلوة، فعايزة ازاي انا حلوة ووضعي كده وما بقاش مستريحة زي غيري. ف المسلسل كله على بعضه أنا حباه جداً عشان تركيبة غريبة. دايماً بكسر الدنيا على السوشيال ميديا بصورك، فقولي لي بقى. والله ربنا يخليكي. أقول إيه؟ بتردي إزاي على التعليقات؟ وتعليقات لو في تعليق سخيف ضايقك بتردي عليه إزاي؟ مؤخراً حق ربنا ما بقتش بقرأ التعليقات، عشان أولاً بتأثر لو شفت حاجة تضايقني، بس ما بمسحش. حاجة الوحيدة اللي بعمل لها بلوك أو بمسحها الالفاظ الخارجه، ما بحبش انها تبقى موجوده. يعني لو حد قال لي كمان، انا صعب ان انا اشوف، فلما ببص او حد يقول لي في لفظ خارج اعمل بلوك لشخص، بس يقول لي حد يقول لي انت مش حلوه او انت مش عارف ايه، اي كلمه تانية اسيبها عادي، مش مهم. بعيد عن التمثيل، هوايتك المفضله ايه؟ كتير، رسم، طبخ، ديكور، كتير قوي، ميك اب، كتير كتير كتير. الطبخ بقى ازاي؟ طبخ ودايت؟ لا ما يغركيش، لا لا، بحب طبخ جدا وبحب المطبخ وبعمل اصناف انترناشونال وبعمل حلويات صراحه اكتر من الحوادق، حلويات حلوه قوي. تعرفي تعملي ايه بقى الحلويات؟ او حلويات اجنبي، يعني مش شرقي، اعمل شرقي شويه مش كتير، بس بعمل كوكيز، بعمل كيكس، بعمل سابلي، بعمل حاجات كتير قوي. حافظي ازاي على وزنك؟ لا بعاني، بطلع وبنزل، يعني باكل حلويات كتير، عندي مشكله في الحلويات، باكل حلويات كتير، اول ما الاقي نفسي وصلت لل، يعني ابتديت ها ابوظ الحق نفسي.